ينتظر أن يصل الرئيس الأفغاني حامد كرزاي اليوم إلى الصين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني خو جينتاو ورئيس الوزراء وين جياباو بشأن الأوضاع في أفغانستان وتعزيز العلاقات بين كابول وبيجين. ومن المتوقع أن يطلب كرزاي من المسؤولين الصينيين المساهمة في الجهود الرامية إلى إنهاء العنف في أفغانستان. وتأتي زيارة كرزاي في إطار مساعيه للحصول على دعم دولي لتحقيق تسوية سلمية مع حركة طالبان وفصائل أفغانية أخرى.